وعلى آلك آل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حين نبى آله الغر بما قال النبي، أظلم الأفق عليهم بقتام الكرب، فكأن لم يستبينوا مشرقا من مغرب، غشيتهم ظلمات الحزن من أجل الحسين، وسرى بالأهل والصحب بما الحب الطريق، يقطع البيد مجيدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فأقدم سترى قرة حالة محمد، يا خليل تشجي الأعادي، مشقوق جيبه ويلطم الهامة وينام، يا حسين لا تسوق الضعن دايب وفادي، وكل ما تلوم الناس يصفي جراح ليدك، من الوجد نشفت دمعته وكل ما نهطح، وكل ما يسلون جدب ونعته صح، لا حد يسليني ترى من الأخرى، كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمين، هل ليسوا قون الضعاين هالنشامة، قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة، خوفي يريد هالضعن بس نسوى ويتامى، ريض لخياك بالضعن يا قرة العين، يا حسين سلطان البلد لو عزم شيء، تطلع الناس تشيع وتسرج على الخيل، وانت يا سلطان المدينة تطلع بلا. وأما الحسين بن علي
فأوهون أوه يا يزيد. وما عساني أن أقول في الحسين، فإياك أن تتعرض له إلا بسبيل خير، وامدود له حبلا طويلا، ودعه يمضي في أرض الله أينما شاء، ولكن ارعد له وأبرق، وإياك أن تكاشفه بمحاربة، فلقد أخبرني عبد الله بن عباس أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يجود بنفسه، وقد احتضن الحسين وهو يقول: هذا من أطائبي أرومتي وخياري أهل بيتي وأطائبي ذريتي، لعن الله من لم يحفظني فيه. ثم غشي على رسول الله وأفاق وهو محتضن الحسين، ثم قال: يا حسين، إن لي مقاما مع قاتلك يوم القيامة، ولقد طابت نفسي إذ جعلني الله خصما لقاتلك. يا يزيد، هذا ما أخبرني به ابن عباس، وأنا أخبرك بما سمعت من رسول الله. سمعته يقول: نزل علي حبيبي جبرائيل وقال لي: إن أمتك تقتل ولدك الحسين، وقاتله لعين أهل الأرض، ولقد لعن رسول الله قاتله مرارا، فإياك يا بني أن تتعرض إليه بسوء. هذه الوصية الغريبة ذكرها محمد بن أبي طالب في تسلية المجالس، وهي فقرة من وصية طويلة إلى معاوية. وصايا معاوية هي وصيته الأولى، كان أوصى يزيد بأربعة، أو حذره صح التعبير من أربعة، له عبد الله بن الزبير، أو أول واحد الحسين بن علي، ثم عبد الله بن الزبير، ثم عبد الله بن عمر، ثم عبد الرحمن بن أبي بكر، لكن هو صفى عبد الرحمن بن أبي بكر سنة 58، ولذلك جدد الوصية مرة ثانية. فالوصية الأخيرة المشهورة خالية من اسم عبد الرحمن بن أبي بكر. عبد الرحمن بن أبي بكر سنة 58 راح الحج وقضوا عليه في الطريق، وفي نفس السنة قضوا على أم المؤمنين عائشة، فتجددت الوصية بعد ذلك بعد سنة 58، وصارت تضم ثلاثة فقط: الحسين وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر، هؤلاء الثلاثة. هذه الوصية اللي قرأتها هي من جزء من الوصية الأولى اللي فيها عبد الرحمن ابن أبي بكر. والوصية الأخيرة وصى أيضا بالحسين،
ولكن أقل من هذا الكلام كله. ويبدو أنه كرر الوصية بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. راح أتكلم سريع في هذه الوصية ولكن بعد مقدمات. إذا نظرنا إلى الروايات التي تتحدث عن تاريخ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه والأحداث التي جرت بينه وبين بني أمية بكل طواقمها من الخليفة معاوية إلى عمالة كلهم، نجد أن هذه الدولة تتعامل مع الإمام الحسين بالذات بحذر شديد وبتحفظ شديد. وهذه سياسة معاوية في هذه الوصية هي بالفعل سياسته مع الحسين هي نفسها السياسة التي وصى بها إلى يزيد، متحفظ معاوية وعماله مع الحسين غاية التحفظ، خصوصا بعد صلح الحسن واشتد الأمر في الحذر من الحسين بعد شهادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ الإمام الحسين بعد الحسن، يؤسفني هذا الكلام لكن هذا الحقيقة، أنه حصل شعبية من أتباع أبيه أكثر من الحسن. الإمام الحسن بعد الصلح بدأت تقل شعبيته عند أتباعه، ما بقول عند شيعته، هم يسمونهم شيعته بالمعنى الإجمالي، شيعته يعني الأنصار اللي نصروا، فيهم حتى خوارج، فيهم حتى خوارج أتباع الحسن، حتى خوارج، الخوارج قاتلوا ويا الحسن، قاتلوا معاوية، كانوا يدورون أي واحد يقاتل معاوية، أي واحد يقاتل معاوية. فكانت بعد صلح الإمام الحسن ما استوعب الناس صلح الإمام الحسن، إلى أن قتل الإمام الحسن كان يبرر لهم أن هذا إلى مصلحتكم، وكان كل ما أصاب الشيعة من جور من معاوية على الخصوص في الكوفة وضعوا حنقهم على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام اللي تسمعونه كثير، السلام عليك يا مذل المؤمنين، أو لقد أخرجتنا من عز إلى ذل، أو هذا سمعه الإمام الحسن كثير، سمعه كثير، وحتى من كبار يعني من بعض كبار شرطة الخميس اللي حول أمير المؤمنين، بعد يعني أحيانا يجيش في صدرهم ويلقون على الإمام الحسن كلمة، إذا كان هذول خلص أصحابه أحيانا تجيش بهم حافظتهم، فكيف بعامة الناس؟ بعد صلح الحسن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قلت شعبيته كثير، وأستطيع أن أقول همش أيضا، همشوا شافوه خلاص انتهى دوره، ما يأملون من ثورة من وراه، وصار واحد من الرعية، واحد عادي. الإمام الحسين بالعكس لمع نجمه أكثر، لمع نجم الإمام الحسين وأحبه الناس أكثر، وصار أملهم في الحسين أكثر، يعتبرون الإمام الحسن خلاص انتهى دوره، تقيد ببيعة، وحتى لو خالف الشروط معاوية ورجع الإمام الحسن وحارب معاوية وقتل ما بيصير إلى قتله أي صيت، يقولون هذا واحد متردد مرة يصالح ومرة يحارب. فعلى أي حال ما استطاعوا الناس أن يفهموا صلح الحسن أبدا، إلى أن مات الإمام الحسن هو يبرر لهم ويضرب لهم أمثلة بالعبد الصالح وموسى، وما استوعب عامة الناس، ما استوعب. فبدأ يخفت نجم الإمام الحسن عند أتباع أبيه ويلمع نجم الحسين. ليش نجم الحسين لمع؟ وهذه الخطورة اللي تشكلها شخصية الحسين في بالنسبة إلى دولة بني أمية. الحسين أخطر بكثير من الحسن، أخطر بكثير بغض النظر عن الصلح، حتى أيام ما قبل الصلح الحسين أخطر من الحسن. حين راح أبين لك ليش. أولا لمع نجم الحسين بعد الصلح لأن الروايات اللي واصلتنا روايات قسمين، روايات سنية وروايات شيعية، روايات السنية تقريبا مجمعة على أن الحسين كان كاره البيعة، بل بعضها تذكر أن الحسين والحسن ارتفع صوته على الحسين، قال له أنا لن أبرم هذا الأمر، أوشك أن أقيدك بالحديد حتى أبرم هذا الأمر، لكن هذه روايات سنية
وبعضها تذكر أن الإمام الحسين قرأ شعرا يظهر فيه تذمر من صلح الإمام الحسن. حتى الأربلي يعني علق تعليقة غريبة، واحد من علماء الأربلي صاحب كشف الغمة، يقول إذا صحت هذه الرواية فكل واحد من الأئمة عند رأي في مسألة هذه الصلح، وكل واحد رأيه صحيح لأنهما إمامان، نقدر إمامان إن قام وإن قعد، فكل واحد عند رأي وإن اختلف ولكن كل واحد رأيه صحيح. زين، هذه روايات سنة، روايات غير روايات الشيعة. المشكلة عندنا أيضا في روايات الشيعة، حتى عندنا روايتين على سبيل المثال راح أطرحهم، يعني على أحسن الأقوال الرواية اللي تقول الحسين بايع بعد يبين بايع مكره، لأن بعد هو تحت أخي الحسن. رواية الشيخ الطوسي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن معاوية بعث إلى الحسن قال له تعال أنت والحسين وجيب وياك أصحاب علي، عمل هو خيرة أصحاب أمير المؤمنين علشان يأمن شارهم، يعني يأكد على بيعتهم. حمل وياه قيس بن سعد بن عبادة وكان كالبعير، يسمونه يقول يوصفونه كذي، وكان كالبعير من طوله وضخامته، حتى بعض المصادر تقول طوله 10 أشبار من شبره، وشبره بقدر ذراع الإنسان العادي. هذا مش دراني بعدنا. أي هو عملاق ضخم ضخم، هذا أكيد، هذا ثابت، ضخم ضخم. حتى أن لما أراد الرسول يخرج من تخلف من أهل المدينة قال روح لهم أنت، روح لهم بيوتهم، طلعهم جرجربهم وطلعهم برا جيش أسامة يخافون منه. حملوا يا قيس بن سعد بن عبادة، قال للحسن بعد المراسيم وكل شيء، قال للحسن قم فبايع فقام وبايع، قال للحسين قم فبايع فقام وبايع، ثم قال معاوية لقيس يا قيس قم فبايع. يقول الإمام الصادق فنظر إلى الحسين، ينتظر أمر الحسين، فنظر إلى الحسين فقال له الحسين إنه إمامي، يقصد الإمام الحسن، إمامي ما أقدر أقول شيء. هذه الرواية وإن صرحت بأن الإمام الحسين بايع لكن تستوحي من سياقها أن بعد مكره، وأن أصحاب أمير المؤمنين أو كاره، وأن أصحاب أمير المؤمنين يدرون الحسين إلى رأي ثاني. زين، خلينا نشوف رواية المناقب ابن شهر آشوب، يقول أنه لما علم الحسين بأن الحسن يريد أن يصالح دخل عليه باكيا ثم خرج ضاحكا، قالوا ما هذا دخلت باكي وخرجت ضاحك؟ قال دخلت أعلمه، يعني استخبره أعرف خبره بهذا الشأن. قلت له لما تريد أن تسلم هذا الأمر؟ فقال كما سلم أبوك من قبل، أبوك سوى نفس الشيء، أبوك بعد سلم. زين، يقول فقال له معاوية بايع يا حسن فبايع، نفس الرواية ابن شهراش، ثم قال للحسين بايع، فقال له الحسن دع الحسين، دع الحسين لا تطلب مني شيء فإنه لن يبايع حتى يقتل، ولن يقتل حتى يقتل أهل بيته، ما يخلون أهل بيته، ولن يقتل أهل بيته حتى يقتل أهل الشام، يسوي لكم مذبحة، لا تلزم الحسين. هذه الروايات، الروايات اللي رواها العامة والروايات اللي رواتها الخاصة، تبين أن للحسين رأي آخر الآن باتفاق مع الإمام الحسن، أو مثل ما قال الأربلي كل واحد كان إلى رأي بالفعل واثنينهم أئمة، ما أدري، لكن لعله الله سبحانه وتعالى أناط بكل واحد دور يليق بشخصيته وبمقامه وبحركته وبثورته. الحسين
ما حد عاتب على البيعة أبدا. الإمام الحسن كان معاتب على البيعة، والأنظار بعد البيعة توجهت إلى الحسين، وموقف الإمام الحسين حتى معاوية يعني كان يكبر الإمام الحسين بالفعل ويتحدر واجد من الإمام الحسين. والروايات عندنا أو أخبار المؤرخين تفيد أن معاوية بالفعل كان يتوقع أن الإمام الحسين يثور عليه قبل يزيد، وكان في باله أنه إذا ظفر به عفى عنه أيضا، كان في باله يعفى عنه الحسين. ليش هذا كل التحرز من الحسين؟ الحسين بس أنا ما بختصر، الحسين عنده ليش هو أخطر من الحسن؟ مقتله أخطر من مقتل الحسن، لأن عنده رصيد ضخم من رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف مقتله ضخم، وهذه النكتة اللي أراد يلقنها يزيد لكن ما فهمها يزيد. عنده رصيد ضخم الإمام الحسين، كل أهل المدينة تعرف الحسين مقتول وتدري بيقتل في العراق، يدرون عماته يدرون، أخوته كلهم من ضمنهم عمر بن علي ومحمد بن علي بن الحنفية، عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس بن جعفر، كل هذين يدرون، عمرة واحدة اسمها عمرة النسوان يدرون، عمرة اعترضت في الطريق قالت لا تطلع فإني سمعت فقيها من فقيهات المدينة عند عامة الناس، فإني سمعت من أم المؤمنين عائشة تقول إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الحسين يخرج إلى أرض العراق ويقتل هناك، إذن كلهم يعرفون. وقد لعن الرسول قاتله مرارا مثل ما قال معاوية، ولقد أخبرني ابن عباس بأنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ثقل، فاحتضن الحسين وقال هذا من أطائب أرومتي وخيار أهل بيتي وكرائم ذريتي، لعن الله من لم يحفظني فيه. ثم غشي عليه فلما أفاق قال يا حسين إني إن لي ولقاتلك بين يدي الله عز وجل موقفا، ولقد طابت نفسي إذ جعلني الله خصما لقاتلك. وبعدين يقول هذا ما حدثني به ابن عباس وأنا أيضا أحدثك، سمعت رسول الله يقول نزل علي حبيبي جبرائيل وقال لي إن أمتك تقتل ولدك هذا وإن قاتله لعين أهل الأرض، ولقد لعن رسول الله قاتله مرارا. هذه الفكرة اللي يبغى يوصلها إليه، يقول له ترى كل الناس تدري بأن الحسين يقتل وأن قاتله ملعون، يعني ويش؟ يعني أي واحد يقتل الحسين يتعرى أمام الصحابة، يعرفون هذا اللي لعنه الرسول، ما راح تستقيم دولتك. وهذا قصده، يبغى يلقن هذه المسألة ما فهمها طايش يزيد، ما استوعب. متى استوعب؟ يوم بدأت الثورات تطلع، عبد الله بن عفيف الأعمى ثار عليهم في الكوفة، الشام أخذت تموج، يوم ثالث رابع من دخول السبايا ضجت الشام، تحديدا يوم اللي خطب زين العابدين وقال أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من عرج به إلى السماء. يوم قال هذا الكلام أمر أن يقطع عليهم الخطبة. ليش؟ لأن معاوية استغل الحظر الذي وضعه الخلفاء الراشدون على الأحاديث النبي، وفهم الناس كما في مروج الدهن، فهم أهل الشام أنه لا يوجد لرسول الله صلى الله عليه وآله قرابة ترثه إلا بنو أمية، ولذلك كانوا يقتلون أي واحد يقول الحسين أو الحسن أولاد النبي قتلونه. هذه الثقافة أخفوها تماما عن بني عن أهل الشام، ولذلك لما وصلت الدولة إلى الخلافة العباسية وخلوا عمهم والي على الشام عبد الله بن علي، رسل وجهاء وقوات جيوش من أهل الشام إلى السفاح إلى ولد أخوه اللي هو الخليفة الأول،
لما وقفوا بين يديه أقسموا له قالوا والله ما كنا نعلم لرسول الله قرابة ترثه إلا بنو أمية، ما ندري أصلاً. الآن فقط عرفنا يوم أنتم صرتون حكومة. ولذلك لما قال أنا ابن كذا أنا ابن كذا أمر المؤذن أن يقطع عليه، لا يعرف الناس أنه ابن رسول الله، لا يعرف. لما قال أشهد أن محمد رسول الله، استغلها زين العابدين، قال محمد هذا جدي أم جدك؟ إن قلت جدك فقد كذبت، وإن قلت جدي فلما قتلت ذريته وسبيت نساءه؟ يقول ابن مخناف وكأن الناس نيام فانتبهوا، ما يدرون أهل الشام، ما يدرون، وكأن الناس نيام فانتبهوا وقالوا ألا ترون ما فعل بذرية نبيكم؟ فقام ودخل حجرة مظلمة ومعه الطشت رأس المولى مغطى وقد استقبل الجدار. ترويها هند هذه، تقول وأخذ يلطم على رأسه يقول ما لي ولقتل الحسين. هذا اللي أراد معاوية، هذا بالضبط اللي أراد معاوية لما أوصى هذه الوصايا كلها ويقول له ولقد لعن رسول الله قاتله مرارا فلا تكاشفه بمحاربة، يعني لا يشوفونك الناس مكاشفة تقتل الحسين، تنكشف إذا تقتل الحسين، مو مثل الحسن، الحسن سهل قتله، الحسين لا، روايات كثيرة فيه قاتله ملعون ما في حتى مجال للاجتهاد. اقتلوا الحسين، يقول لهم اقتلوا الحسين وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، وإن كان متعلقا. لما علم أن الحسين دخل مكة وأنه كل يوم يرقى المنبر ولا يترك منقبة لعلي وآل علي إلا ونشرها ولا مثلبة لبني أمية وبني مروان إلا وأشاعها، خاف في الموسم، موسم العالم كله يجي إلى الحج، ها، وتصير ثورة معارضة أو معارضة أو ثورة من مكة تطلع، وهذول بعد إذا رجعوا إلى أهاليهم اللي يروح اليمن واللي يروح العراق واللي يروح طائف وما شابه يخبرون ترى في معارضة، والد رسول الله معارض إلى هذه البيعة، هم يتشجعون على أنه لا يبايعون يزيد وهم ينصرون الإمام الحسين، فالوضع خطير. أرسل 30 شيطانا وعندهم السلاح مشهور تحت الإحرام وأمر اقتلوا الحسين وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. وصلوا الشياطين إلى مكة اليوم الرابع من ذي الحجة، وعلم بدخولهم الحسين، وعلم أنه إن حج تلك السنة قتل وانتهكت به حرمة البيت، وهذا اللي خافه الإمام الحسين، يخاف انتهاك حرمة البيت. ليلة الثامن أو عصر يوم السابع خطب في الناس، لكن خطبة متبدلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، خط الموت على ولدي آدم، مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا آل البيت،
نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمة إلى أن قال ألا فمن كان فينا باذلا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليخرج معنا، فإني خارج مصبحا إن شاء الله، فعلى الضجيج من الحجيج فرنة في إثر عوله نزل من على المنبر بأبي وأمي وطاف بالبيت سبعا، ثم سعى بين الصفا والمروى وقصر ومسى طيبا، ورجع إلى داره ولبس المخيط، فلما رأته العلويات نادينا وغربتا ما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق رحلة، وعارض محمد والدمع يجري من العين وقال له يا أخويا اليوم ثامن والقصد وين، نازع حرامك والخلق كلهم محرمين يا أبا عبد الله، أوليس وعدتني أن تنظر في كلامي؟ قال بلى، ولكن بعد منصرفك عني جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا حسين أخرج إلى العراق فقد شاء الله أن يراك قتيلا مرملا بدمائك. طلع الحسين السحار وضعينة جاية بعد في نفس الوقت، ضعينة عبد الله بن جعفر، وولده يطالع من بعيد يقول يا أبي سبحان الله أعلامه، ضعينة طالعة من مكة. قال اليوم أحد يطلع من مكة؟ يا السايرين بهالضعينة وين يردون، واليوم ثامن وين مقصدهم يحجون. هذا الأمر لا كان بالعالم ولا يكون من أرض مكة، اليوم ما تطلع ضعينة. يقول له شبيت يا ابني في ضميري حزن كامل، ما قد سمعنا يا حاد يطلع يوم ثامن، معلوم صاحب هالضعينة مو مآمن لهم آمن، ما مشت لهم ضعينة. يقول له هذه هوادجهم عليها ترف الأعلام، وخبرك بسلطانهم نازع للأحرار، بس ما سمع قوله أخذ يضرب على الهام ويقول له يا ابني تأمل هالضعينة. رحم الله الوالد، الوالد بعد يكمل الوالد يقول قدامهم فارس وشعر الراس منشور، بيد علم شنة علم حيدر المنصور، أويلي أويلي لازم الناقة وينتخي والسيف
عارف مشهور مثل الأسد يبرض عين شمال ويمه وقالي راياتهم كلها يا بويا حيدرية وما شمايلهم بلا شكاش مية وهاي المحاميل للحريم الفاطمية واللي على الميمون كنا خالي حسين أيوة حسينا بعد واللي يقودون الضعان كلهم هواشم وهاي الضعينة محملة كلها فواطم وهذا البطل عباس والأكبر وقاسم شبان كلهم للحرايب مستعدين أخذ يلطم عبد الله بن جعفر على رأسه التقت الضعينة احتضنا قال يا أبا عبد الله إلى أين تمضي اليوم ثامن يقول له اليوم الحاج يجي وانت طالع ها؟ ما حد يطلع ما حد يترك الكعبة اليوم ها؟ لا يكون عندك حج في مكان آخر قال هالسنة حجي وعيدي تعينوا بأرض الطفو هالسنة حجي وعيدي تعينوا بأرض الطفو أرض ضحية بهالصنة ديد الذي حالي وقاه هذا جسم مقطعين وهذا مقطوع الجفا وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته بعد 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 عندي طقوس الحاج كلها يقول له الحاج يهرول ويلبي وأنا بعد أهرول وألبي يقول لا تشوف شلون هرول من يناديني شباب وابتدي بالتلبية والنوح شلون التلبية لبيك ولدي علي لبيك أخي عباس وقالي لا تشوف شلون هرول من يناديني شباب وياي وياي وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطنة نوم صوب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب ونوم وسط المعركة للولد وارفع جثته وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل المناسك يوم عاشورة وظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشماء أيوة حسينة وانا بيت الله وظل من فيض طبراتي غريب غريج غريج والحجر نحري يا ابن عمي ويتامى الحجر وانا بيت الله وظل من فيض طبراتي غريج
والحجر نحري يا ابن عمي ويتاماي الحجي تسمع لها حول جسمي من الضرب نوح وعظيم. إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، شافي مرضانا وارحم موتانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا كريم. عندكم مرضى يسألونكم الدعاء، مرضى في حالة صعبة شوية، عندكم في الديرة وخارج الديرة وخارج البحرين بعد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أجب المضطرين يا الله 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 يا الله، شافي كل مريض، اللهم رد كل غريب وأرجع وأطلق كل سجين. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومتعلقيهم ومن تحوطه عنايتهم، وإلى أرواح أمواتهم جميعا رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.